نحن أرسلنا رسائل رسمية للحكومة بأن احنا عندنا رغبة في العمل في هذه المشاريع، سواء كان إعادة ترميم أو إعادة بناء المناطق هاي في القاهرة. وأنا أعتقد دائما أتكلم وأقول جمال القاهرة وروح القاهرة يحتاج شوية عشق وحب وتجميل، لأن القاهرة فيها روح تختلف عن أي مدينة ثانية في العالم.